إذا أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. أعلنت الفنانة البحرينية زينب العسكري وفاة شقيقتها من خلال حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، ونشرت صورة لها أرفقتها بصورة الفاتحة والتعليق أخت الفنانة زينب العسكري في ذمة الله. ده البوست اللي حطيته على حسابها على انستجرام، أخت الفنانة زينب العسكري في ذمة الله الله يرحمه. وعلى الأثر تفاعل معها عدد كبير جدا من المتابعين وتمنوا للشقيقة الرحمة، وفي موازاة ذلك تناقل الناشطون عبر المواقع فيديو للفنانة ردت فيه على الانتقادات التي وجهت إليها بعد ظهورها في جلسة تصوير من دون حجاب، وقالت في المقطع المصور أنه لا داعي للضجة الكبيرة التي أثيرت حول الأمر، لافتة إلى أن الأشخاص المقربين منها يعرفون أنها تتبع هذا الأسلوب في عقد الحجاب منذ البداية. وذكرت أن ما فعلته في جلسة التصوير لم يكن غريبا، مضيفة أن الحجاب لا يمنعها من تقديم الأعمال الفنية الهادفة والراقية. وهنشوف أسرار عن موضوع الحجاب، ومي العيدان قالت إيه وأسرار تانية عنها. العالمية الكويتية مي العيدان أن الفنانة البحرينية زينب العسكري ستعود إلى الفن الذي اعتزلته منذ عام 2009، وذلك بعد خطوة الأخيرة بخلع الحجاب. ونشرت العيدان صورة العسكري عبر صفحتها الشخصية في موقع انستغرام قائلة: صورة زينب العسكري بعدما خلعت الحجاب، شكلها بترجع التمثيل. وده البوست اللي حطيته على انستغرام على موقعها، وكتبت زينب العسكري خلعت الحجاب. ده التعليق بتاعها، صورة زينب العسكري بعدما خلعت الحجاب شكلها بترجع للتمثيل. وكانت زينب العسكري قد أطلت بعد اختفاء على جمهورها في لقاء تلفزيوني كشفت فيه أن سبب اعتزالها الفن هو انشغالها بحياتها الأسرية، فهي فضلت الاهتمام بعائلتها بعد الزواج، خاصة وأن الفن يأخذ الوقت والمجهود، فرغبت ألا تشعر بالتقصير نحو أسرتها. دي صورة تانية ليها بعد خلع الحجاب. زينب العسكري هي ممثلة وكاتبة ومنتجة بحرينية مواليد عام 74 في المنامة البحرين. بدأت التمثيل بالمسرح المدرسي منذ الصغر، ثم بعد ذلك التحقت بمسرح الطفل حيث شاركت في العديد من المسرحيات الاستعراضية للأطفال. كانت البدايات الفنية للفنانة زينب العسكري في عام 91 من خلال المشاركة في بعض المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات الشبابية. بعد ذلك أصبحت أدوارها تكبر إلى أن أصبحت تأخذ أدوار البطولة، إلى أن أصبحت صاحبة مؤسسة بنت المملكة للإنتاج الفني، وقررت الاعتزال عن الفن عام 2009. ثم من بعد غياب واعتزال سنوات، قامت مصممة الأزياء الإماراتية وسفيرة النوايا الحسنة منى المنصوري بالكشف عن أول صورة على الإطلاق للنجمة المعتزلة زينب العسكري، والتي غابت عن الساحة الفنية الخليجية واحتجبت من بعد زواجها من شخصية عربية لم يتم الكشف عنها بوقتها، إلا أن المنصوري والتي وصفت العسكري بالشيخة والأميرة كشفت بحساب موقع روتان عن هوية هذا الزوج عبر صفحتي على الانستجرام في صورة تجمعها مع العسكري، كتبت تحتها: صورة تجمعني بزوجة نائب حاكم الشارقة الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري. دي منى المنصوري مع زينب العسكري، كشفت مين هو زوج زينب العسكري، الشيخ عبد الله بن سالم ابن سلطان. وكانت زينب العسكري التي تعد واحدة من نجمات الصف الأول بالخليج العربي قد أعلنت اعتزالها عام 2009 بعد زوجها من الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، وأنجبت منه ابنتين هما الزين وحلا.
ولم تعد من وقتها إلى الجمهور إلا عبر صفحة يتيمة على تويتر، ولا تغرد عبرها إلا بين الحين والآخر، ولكنها كانت تحرص على التذكير دوما بأنها لن تعود وأن قرار اعتزالها نهائي. دي الفنانة القديرة زينب العسكري. وذكر مصدر أن زفاف الفنانة زينب كان على أنغام أغنية الفنان السعودي راشد الماجد، حيث زفت الفنانة البحرينية زينب إلى زوجها الإماراتي في حفل أقيم في أحد فنادق البحرين الكبرى، وتواصل حتى أذان الفجر وسط إجراءات أمنية مشددة راعت الخصوصية التامة للعروسين، وخضع لها جميع المدعوين والمدعوات، وتميز الحفل بتقاليد خاصة وتنظيم دقيق معد له. دي كوشة الفنانة زينب العسكري، حاجة فخمة جدا طبعا. وأشارت إلى تغير جذري سيطر على حياة الفنانة البحرينية بعد زوجها، كما أشار إلى أن العريس هو صاحب هذا التغير الذي اشترطه على عروسه عند التقدم لها طالبا يدها للزواج. وكشف مصدر خاص أن المدعوين طلب منهم تسليم أجهزة جوالاتهم المزودة بكاميرا قبل الدخول لصالة العرس لمنع التصوير، سواء صور فوتوغرافية أو حتى فيديو. وخصص الفندق موظفات أمن وظيفتهن التجول وسط المدعوين في هدوء تام للتأكد من أن التعليمات بمنع التصوير الشخصي سارية المفعول، ولمنع أي تجمهر على العروس التي ظهرت بفستان زفاف أسطوري كان محل حديث جميع المدعوات. ودعي للحفل نحو 500 مدعو ومدعوة، ومنع من الدخول من لا يحمل بطاقة الدعوة التي لا تحمل اسمه. زينب العسكري. وكان واضحا خلو قائمة المدعوين من الأسماء الفنية وبخاصة المقربات من العسكري قبل إعلانها اعتزال الفن. وأضاف المصدر الذي حضر حفل الزفاف أن بطاقات الدعوة خلت من ذكر أسماء العروسين بالكامل للحفاظ على خصوصية العريس الذي يندرج من أسرة إماراتية كبيرة. وظهرت العسكري بمكياج هادئ وعميق، وظهرت الشاشات التي وضعت في أركان قاعة الحفل صورا للعسكري وهي تجهز لليلة الحنة مرتدية غطاء الرأس، وعلى عكس ما كان متوقعا خلع الزفاف من أي مظاهر للبذخ، والتفت المدعوات حول العسكري لتهنئتها بالزواج السعيد، واستقبلتهن الفنانة المعتزلة بابتسامات هادئة وكلمات ترحيب مقتضبة، ورفضت الإجابة عن بعض الأسئلة التي لها علاقة بمستقبلها الفني بعد الزواج. كما أثارت الفنانة البحرينية زينب العسكري الجدل بين متابعيها، وذلك بعد نشرها صورة من غرفة نومها على حسابها الخاص على موقع انستجرام. الصورة كشفت عن وجود صورة ضخمة لزينب معلقة في غرفة نومها وهي ترتدي التاج، وكتبت عليها الملكة زينب العسكري. جمهور الفنانة البحرينية تسأل إن كانت زينب ما زالت تعيش في مجد الماضي وتود العودة إليه، أم أنها اكتفت بكونها زوجة وأم. ودي اللي من صورة من غرفة نومها مكتوب عليها الملكة زينب، تحت الصورة واضحة الملكة زينب العسكري. هنا كانت ساعتها مرتدية الحجاب. ثم ظهرت الفنانة البحرينية مؤخرا بعدما نشرت مجموعة صور حديثة لها ظهرت فيها مرتدية عباءة وحجاب، وتضع نظارة شمسية على عينيها. ووفقا لموقع جلولي، جمهور زينب عبروا عن إعجابهم الشديد بإطلالتها، مؤكدين أنها ما زالت تحتفظ بأناقتها وجمالها على الرغم من اعتزالها المجال الفني. حاليا خلعت الحجاب طبعا زي ما شفنا في أول صور في الفيديو. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. شكرا لكم.